معي من مأرب عبر الهاتف الناطق الرسمي باسم الجيش الوطني اليمني العميد الركن عبدو عبد الله مجالي. أهلا بك معنا سيادة العميد. هل من معلومات إضافية يمكن أن نعرفها من حضرتك إضافة إلى المعلومات التي وردتنا واللي طبعا هي على لسانك سيادة العميد فيما يتعلق بالخبراء بانتشار أعداد بهذه الأيام بالتحديد بمحافظات الحديدة وصعدة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا لك يا اختي العزيزه وشكرا لقناتكم المقرره التي تهتم بالشان اليمني. اهلا وسهلا. التدخل الايراني في اليمن لم يعد يقتصر على تزويد الحوثيين بالصواريخ والاسلحه، بل تعداها الى وجود فعلي على الارض عبر خبراء بهدف المساعده في الاعمال العسكريه والتدريب. في هناك 250 خبيرا ايرانيا ينشطون عسكريا في سواء في محافظه صعدة أو محافظة الحديدة أو أمانة العاصمة، تم رصدهم من قبل عمل استخباراتي متواصل تنفذه أجهزة الدولة. هؤلاء يقومون بتطوير بعض الأسلحة والصواريخ وتنفيذ قطع غيار، وهي أعمال تصعبها على تلك الميليشيات الانقلابية الحوثية. هذه الأسلحة تحتاج إلى تقنيات عالية وتحتاج إلى تدريب وتحتاج أيضا إلى أناس متخصصين لهم معرفه في ذلك الشان. هذه التحركات التي موجوده على الارض من خلال الخبراء الموجودين، وهم يقومون بتطوير الاسلحه وكذلك تعريف الميليشيات الانقلابيه الحوثيه بزراعه الالغام سواء الالغام البحريه او الالغام البريه. كذلك هناك عده دورات عقد في تاهيل القتال لتلك الميليشيات الانقلابيه الحوثيه، ومن خلال الإدلاء من قبل الأسرى الموالين للميليشيات الحوثية بتواجد الخبراء الإيرانيين في هذه المحافظات. طيب. قلت بأنه لم يكن صعدة وأمانة العاصمة والحديدة. نعرف طبعا دعم الإيراني ونعرف بأنه الأسلحة إيرانية، ولكن قلت بأنه لم يكن هناك خبراء متواجدين، هل هو هذا الموضوع أم أنكم لم تكونوا على علم به؟ يعني خاصة بأنه نتحدث عن هذا الرقم الكبير خلال أيام قليلة ماضية، أو لأنه جمعت المعلومات من خلال من تم أسرهم من قبل ميليشيا الحوثي واعترفوا بهذا أثناء التحقيق معهم، صحيح؟ نعم، من خلال المقبوض عليهم الميليشيا الانقلابية يؤكدون انهم تلقوا تدريبات على يد خبراء ايرانيين، وهؤلاء الخبراء متواجدون في صعدة والحديدة وامانة العاصمة. طيب. انا اشكرك الناطق الرسمي باسم الجيش الوطني اليمني العميد الركن عبدو عبد الله مجالي، شكرا لك على المشاركة.